لا تنفد خيرات الأرض طالما هنالك مطر من السماء وإن كان قليلا، ويمثل الفقع أو الكمأة إحدى خيرات أرض العراق الموسمية والتي تسمى شعبيا الجمة. في كل موسم شتاء يتجمع هؤلاء الباعة من محافظة المثنى قادمين من بادية السماوة بعد أن جمعوا كميات مختلفة من الجمة ليبيعوه في علوة الخضار، حيث تتفاوت أنواعه كما تتفاوت أسعاره. هاي النوع هذا الأسود هذا الأحرق يسمونها، أي وهذا الزبيدي، أي هذا بي يعني هم بي شفاء يعني للمرضى، أكو مثلاً ناس مرضى ها تشافه من تاكل الشمه هذا المبارك، وهذا استقبال يعني عليه حتى باقي المحافظات تجي، وعندك باقي الدول أزيتشين الدول الخليج يعني يرغبون هذا الشمه. ويشتكي السكان المحليون من غلاء ثمن الشمه خاصة العام الحالي على خلفية انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. الناعم ب10 وصعد، الخشن ب36 ب40 ومن أيام حتى وصل 90، بس يقولوا لي سدر يروح مدوين الكويت والله ما عرفت وين. الدولار لعبينا طحين، هاي لنا 3 أشهر ماكو طحين، ويعني ناس تعبانة حيل والله تعبانة. وبسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة في المثنى المصنفة حكوميا كواحدة من أفقر محافظات البلاد، يجد السكان موسم ظهور الجمة في الصحراء فرصة لكسب الرزق. أكثر هاي الناس اللي لا عد راتب اللي ما عد شيء وين يروح؟ تطلع الجمة يحصل له كيلو يومين ثلاثة، يجيب لك كيلوين ثلاثة مصرف العائلة تلزعاطي. وادم تعبانة، الأمور تعبانة، الشعب تعبان كلش وبالذات السماوة. ويؤكد سكان المثنى أن المحافظة تشهد شحة في هذا الفطر البري منذ عام 2019 بسبب قلة الأمطار والتغير المناخي.